العبادات والأخلاق، وإن كانت هاتان ركيزتان مع العقيدة والشريعة في بناء منظومة الإسلام، لكن الوعي الديني هو الوعي بما يجب على الإنسان انطلاقا من دينه تجاه حياته، تجاه نفسه وتجاه مجتمعه وتجاه بيته وتجاه أهله وتجاه الإنسانية كلها. لا نريد أن نكثر من المقدمات، لكن اسمحوا لي أن أجدد باسمكم جميعا الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية التي تحتضن هذه الملتقيات باستمرار لتعطينا فرصة التلاقي وفرصة أن نتبادل الرأي والمعرفة لنكون شركاء. نسأل الله أن يوفقنا لذلك، شركاء في بناء الوعي وفي إيقاظ الهمم وفي وضع أو إعادة وضع الأمة على السكة الصحيحة وعلى الطريق القويم. نبدأ كلمات المتحدثين التي نرجو أن تكون موجزة ومركزة وفي حدود 7 دقائق 5 لا 5 في حدود 5 دقائق لكل متحدث، لأنه ما شاء الله المتحدثين كثر. في حدود 5 دقائق يعرض كل متحدث ما لديه وما يجول بخاطره وما أعد لهذه الجلسة بتركيز وبدون تطويل في المقدمات. أبدأ ونبدأ جميعا بالأستاذ الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الطلاب، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. المنصة الكريمة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله تبارك وتعالى قد خاطب البشر جميعا بعبادته رجالا ونساء، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجاء الأجر والجزاء مساويا بين الذكر والأنثى، فقال تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقبل الدخول في بيان الأوجه التي أسهمت فيها المرأة في بناء الوعي الديني، نحاول أن نستقرئ النصوص في الخطاب الديني لنرى مدى توجيه الشرع لها والمشاركة في حمل أمانة هذا الدين. أولاً، النصوص المخاطبة للذكر والأنثى. إن الخطاب الذي تشمل ألفاظه الذكور والإناث بأصل الوضع ولم تظهر فيه علامة التذكير والتأنيث يعم الذكر والأنثى، مثل لفظ الناس ولفظ الإنس ولفظ البشر، وهذا موجود في كتاب الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وقوله تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، وقوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أضف إلى ذلك أن هناك ألفاظ تشمل الذكور والإناث بأصل وضعها في اللغة العربية ولا تختص بأحد الصنفين، مثل ما ومن في قول الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن،
وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهناك ألفاظ فيها علامات للتذكير أو التأنيث، وللعلماء فيها خلاف هل تختص بأحدهما دون الآخر أم لا، والغالب أنها تتعداه إلى غيره إلا إذا ظهرت علامة للتخصيص. وعلامة التخصيص كقوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فعلم منها أنها وصية للرجال. أما عن دور النساء في بناء الوعي الديني، فإن التكليفات الشرعية دائما ما تكون بألفاظ التذكير والتأنيث، وللنساء شوق إلى العمل لخدمة هذا الدين طاعة لله، فلم ينتظرن التكليف بل ذهبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكرن له أن غالب ألفاظ القرآن موجهة للرجال فلم تذكر النساء، فاستجاب الله عز وجل لهن فنزلت الآية: إن المسلمين والمسلمات، إلى آخرها. كما أن دور المرأة المسلمة لم يقتصر على مجرد النقل، وإنما شمل إعمال العقل والاجتهاد وفي كل قضايا، فلم يقتصر الأمر على ما نسميه بفقه النساء، فالنساء لهم مساهمات. فهذه عائشة أم المؤمنين وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مسروق إذا حدث عن عائشة قال: حدثتني الصادقة ابنة الصديق البريئة المبرأة بكذا وكذا. وقال أبو الضحى عن مسروق: رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض. وممن برز من النساء في الفقه ورواية الحديث عمرة بنت رواحة، ومما يروى في ذلك عن الزهري قال: قال لي القاسم: أراك تحرص على الطلب، أفلا أدلك على وعائه؟ قلت: بلى. قال: عليك بعمرة بنت عبد الرحمن، فإنها كانت في حجر عائشة فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف. وممن برزنا من النساء في الفقه والفتيا والفرائض وكذا تربية العلماء بنت المحاملي العالمة الفقيهة المفتية، أمة الواحد بنت الحسين بن إسماعيل، تفقهت بأبيها وروت عنه وعن إسماعيل الوراق وعبد الغافر الحمصي، وحفظت القرآن والفقه للشافعي، وأتقنت الفرائض ومسائل الدور والعربية. ومن الفقيهات المتميزات والمحدثات المشهورات فاطمة بنت عياش البغدادية، وقد أثنى عليها صاحب المعين في طبقات المحدثين فقال: والشيخة البغدادية الصالحة العالمة فاطمة بنت عياش بن أبي الفتح الحنبلية بمصر. وأما عن دور النساء في الصدر الأول للدعوة الإسلامية، فما قامت به السيدة عائشة رضي الله عنها لما جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد لقاء الوحي في أول مرة، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، فدخل على خديجة رضي الله عنها وأخبرها الخبر، وقال: لقد خشيت على نفسي. فقالت له: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل فصدق على كلامها. وكذلك دور أم المؤمنين أم سلمة لا يخفى، دور التعقل والرشد في إعطاء الرأي الأوفق من نساء المجتمع الأول، حيث ضربت لنا السيدة أم سلمة رضي الله عنها هذا المثل، ومنعت أمراً كان سيضر بمن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمر الناس أن يحلوا إحرامهم وينحروا هديهم، فلم يقبلوا ولم يرفضوا، ولكن لن يبادر أحد إلى فعل شيء، فدخل على أم سلمة حزينة فأخبرها الخبر، فقالت: يا رسول الله، انحر هديك واحلق رأسك، فإنه هم سيصنعون كذلك. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجد الصحابة بدا من ذلك، لأنه عز عليهم أن يأتوا محرمين ثم يردوا من البيت وهم على مقربة منه عند الحديبية. أرجو أن تجمل يا دكتور. أنا خلاص. وخلاصة القول في ذلك أن نتائج هذا البحث كما يلي: أولاً،
إن النصوص التكليفية لم تفرق بين الذكر والأنثى إلا ما كان متعلقا بالطبيعة الخاصة لكل منهما، وإذا كان النص لم يفرق فالعمل من المرأة لأجل هذا الدين يماثل عمل الرجل ولا يقل عنه في شيء. ثانيا، حرص النساء منذ العصر الأول على تواجدهن في خدمة الدعوة والفقه الإسلامي. ثالثا، برزت نماذج من النساء في تحمل الفقه والاجتهاد فيه والحديث وروايته والتفسير وعلومه والمشورة السديدة خدمة لهذا الدين. رابعا، وجود المرأة في مصر في مراكز الوعظ والإفتاء وخدمة الدعوة إيمان من مصر بأن دور المرأة أساس في خدمة الدعوة الإسلامية والبناء الفقهي. وأخيرا، وجود الفقيهات من النساء ممن تصدرن المشهد في التعليم الجامعي والدراسات العالية واللجان العلمية لترقيات الأساتذة دليل وثقة في المرأة وما تقوم به من جهود في خدمة الفقه الإسلامي. هذا وبالله التوفيق، وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا جزيلا للدكتور رمضان الصاوي. بدون شك النماذج التي عرضها هي غيض من فيض، ولكن الوقت لا يسمح، لا يتيح لنا أن نستمع إلى كل هذه الدرر، إلى كل هذه المعلومات التي تشرح الصدور وتؤكد المعنى الذي نسعى إليه. ليس أمامنا إلا أن نختصر، فنعتذر للدكتور ونعتذر لكم على أنه أخذ 3 دقائق زيادة، لكن معلش عشان خاطر جامعة الأزهر. الآن الكلمة للأستاذ الدكتور مصطفى عرجاوي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في مصر، فليتفضل مشكورا. أعتذر للظروف الصحية بس عن القيام يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله ومن والاه. شكرا لمعالي الوزير الجليل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على هذه الدعوة الكريمة، وشكرا للحضور، وشكرا لرئيس الجلسة ولجميع الحضور من السادة الزملاء الكرام. أيها السادة الأفاضل، ما نحن فيه الآن من مؤتمرات ومن أقوال وأفعال ما هي إلا تقرير لواقع وليس إنشاء لأحكام. الأحكام موجودة من صرخة الوضع إلى أنة الناس، حتى قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأكبر دليل على ذلك ما قالته أم المؤمنين السيدة خديجة رضوان الله عليها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتهدئ من روعه، وكيف علمت أولادها ومنهن السيدة فاطمة رضوان الله عليها الدين منذ نعومة أصفارها، ولذلك كانت تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما نتحدث عنه الآن هو تقرير لواقع وليس إنشاء، وإنما كشف وبيان أن الإسلام يهتم بالمرأة اهتماما غير عادي. وإذا لم توجد المرأة فهي نصف المجتمع وأم للنصف الآخر. وفي الجاهلية تعلموا أيضا من صغرهم أن البنت أم الأب، أم الرجل،
ومن لم ينجب بنتا لم ينجب. لذلك لها مكانة قوية وقويمة، والبحث يتضمن مكانتها قبل الإسلام ودورها في التربية ورسالتها الدينية، لأن الطفل يتأثر يرى ويسمع، والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في الكبر كالرقم على الماء. لذلك نضع في اعتبارنا أن المرأة لها مكانة كبيرة لا تحتاج منا إلا لمجرد الإظهار. أليست من أكبر الصور في القرآن الكريم الصورة الثالثة باسم النساء؟ هل هناك صورة للرجال؟ إن المرأة هي الأساس، هي الكون. كما نعيش على الأرض نأكل ونشرب ونحيا، إذا لم توجد لا حياة، فإذا لم توجد المرأة فلا تكاثر ولا تزاوج. ولذلك من يهتم بها ويتعاون معها ويكرمها فقد أكرم نفسه وأكرم ولده. كما تفعل يفعل بك، وكما تدين تدان. هذا المعنى ينبغي أن يكون مترسخا في القلب. ولكي لا أتجاوز الوقت، أهم النتائج المستخلصة من البحث: أولا، دور المرأة في التوعية الدينية ثابت وراسخ في الجاهلية قبل الإسلام، وكذلك أيضا أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن تحملن رسالة وأمانة ومسؤولية الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. ثالثا، المرأة هي الركن الركين في نشر الوعي بين أفراد أسرتها ومجتمعها، لأنها الأقرب والأنسب للقيام بذلك. رابعا، تحصين فلذات الأكباد ضد التطرف والانحراف دينيا وثقافيا مهمة يتحملها الجميع في الأسرة المتماسكة. خامسا، إن نشر الوعي الديني في الأسرة أمانة ومسؤولية لمحاصرة التطرف والقضاء على جميع أنواع الإرهاب الفكري. سادسا، المرأة هي المسؤولة عن توعية من حولها، لأن رسالتها الأولى هي التربية والتعليم. الأم مدرسة، إن علمتها وأتقنت تعليمها أخرجت جيلا طيب الأعراق. والتوعية الدينية هي مفتاح تام للأسرة. لذلك ينبغي علينا أن نضع في اعتبارنا أن كل ما نقوله لا يساوي شيئا بجوار الآيات والأحاديث والآثار وما نقل عن الصحابة وعن تصرفاتهم. من يقول أن المرأة لا تجاهد؟ من الذي جاهد ودافع عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في أحد؟ من الذي دافع عنه وقاتل من أجله؟ امرأة. وهكذا، أول من استشهدت في الإسلام امرأة، أول ناصحة ومقدمة لكلمات الخير امرأة. لذلك ينبغي علينا أن نضع هذا في اعتبارنا. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور مصطفى أرجاوي على هذا الإيجاز البليغ الذي أوصل الفكرة دون إطناب ودون تطويل، ووضع المبادئ اللي احنا كلنا نعرفها ونعيشها، لكن هو رتبها ليذكرنا بها وليؤكد عليها. شكرا يا دكتور على حسن المقال والإيجاز. الآن الكلمة للأستاذ الدكتور أحمد ربيع يوسف، عميد كلية الدعوة سابقا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملين على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أما بعد، فشكر موصول للوزارة وللقائمين على المؤتمر وللحضور الكريم. وبعد ذلك أقول إن أكثر القضايا المثيرة للجدل هي القضايا المتعلقة بالمرأة، خاصة في العصر الحديث. وبنظرة إلى الواقع نجد أن القضايا المتعلقة بالمرأة يتنازعها فريقان. فريق يطالب بأن تكون المرأة الموزنة للمرأة الغربية حتى في شذوذها،
وفريق يرى أن المرأة يجب أن تكون حبيسة البيت، لا تخرج إلا لضرورة ولا تتكلم إلا ضرورة، حتى أصبحت قضايا المرأة كلها عبارة عن ضرورات أو أحوطيات. غير أن هناك فريقا يحاول جاهدا أن ينصف المرأة ببيان الأحكام الشرعية الصحيحة، غير أن هذا الفريق يصادمه الفريقان الآخران ويعاني من الضغوط الفكرية منهما. وقضية قيام المرأة بالدعوة إحدى تلك القضايا، فالبعض يضيق فيها فلا يسمح لها بممارسة أي عمل دعوي، فمكانها البيت لا تبرحه وصوتها عورة فلا تخاطب أحدا. وفي الطرف المقابل يدعو البعض إلى قيامها بكل مهام الدعوة لتحقيق عنصر المساواة بينها وبين الرجل حتى في خطبة الجمعة وإمامة الصلاة. ومن المعلوم أن مسألة قيام الدعوة المرأة بالدعوة في عصرنا الحديث في غاية من الأهمية، وذلك لأن العصر الذي نعيش فيه يعج بالفساد ورياح الشر والرذيلة تهب من كل صق، وأصبحت سماء الفضائيات تمطر فسقا. ومن هنا تكمن أهمية أن تقوم المرأة بواجب الدعوة وتشارك في الدفاع عن معاقل الإسلام، وتبدو أهمية ذلك فيما يلي: إظهار المكانة الحقيقية للمرأة، إيجاد امرأة فاهمة لأحكام الإسلام، الإجابة على أسئلتهن التي قد يمنعهن حياؤهن من سؤال الرجال فيها، القيام بأنشطة الدعوة في التجمعات النسائية، العمل على إيجاد مرشدات مصاحبات لحملات الحج، القيام بالدعوة الفردية التي لا يستطيع الرجل أن يقوم بها. ولقد ساهمت المرأة منذ عصر الرسالة، طبعا عصر الرسالة تكلم فيه كل اللي تكلم، والأستاذ الدكتور مصطفى تكلم فيه، وكانت لها جهود طيبة عبر التاريخ في نشر العلوم الشرعية. وبالعودة إلى كتب التراجم، حينما كنت أكتب هذا البحث، البحث فيه حوالي 15 صفحة، وجدت عجب العجاب للنساء. حقا لا توجد كتب تحمل اسم النساء، ما فيش كتب مؤلفة باسم امرأة، ولكن كتب الطبقات مليئة بالحديث عن النساء من الحفاظ ومن المسندين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الواعظات. فوجدت في نقل العلم عائشة الباعونية وكريمة المروزية التي انتهى إليها سند البخاري في الحرم، وأطلق عليها أصحاب التراجم وصف مسندة الحرم، وأخذ عنها الخطيب البغدادي صحيح البخاري. ست الركب وهي أخت الإمام ابن حجر، شعوانة كانت عجيبة حسنة الصوت، كريمة الدمشقية وكانت امرأة صالحة صينة، وفي البحث ترجمة لكل هؤلاء. واستمر عطاء المرأة عبر العصور، وفي عصرنا الحديث اشتهرت نساء بالسند العالي في تلقي القرآن وتعليمه، الشيخة نفيسة بنت أبي العلا، والشيخة أم السعد بنت محمد الإسكندرانية، والشيخة سميعة بنت محمد البناسي، والشيخة روحية عرفة منصور. وساهمت المرأة في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى، دكتورة زينب عبد العزيز ترجمت معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية. كما قامت المرأة بالوعظ عبر التاريخ، وقامت بالهداية والبلاغ، وقد حفلت كتب التراجم بذكرهن ووصفهن بالواعظات. يعني شيء كان بالنسبة لي ملفت إن أنا ألاقي اسم نساء بيرتبط باسم كلمة الواعظة. الواعظة منهن خديجة بنت موسى بن عبد الله الواعظة المعروفة ببنت البقال، ميمونة بنت ساقول الواعظة التي هي للقرآن حافظة، فاطمة البغدادية العالمة الفقيهة الزاهدة الواعظة، رشيدة الواعظة التي كانت تتجول في بلاد الأندلس، فاطمة بنت عياش أيضا الواعظة، ضوء الصباح بنت المبارك الواعظة، فاطمة بنت عباس الواعظة، هاجر بنت إسماعيل بن محمد الواعظة، عائشة بنت الحسن بن إبراهيم الأصبهانية الواعظة، وكل واحدة لها الترجمة بتاعتها. وفي العصر الحاضر وبعد السماح للمرأة بالتعليم والترقي في أرفع المؤهلات العلمية، بدأت المرأة المسلمة تترك واجبها وبدأت تقوم بالوعظ. وعندنا في الأوقاف 201، في الأزهر 201 واعظة، وفي الأوقاف 52، لأنه بعد كده أغلق باب التوظيف اللي احنا هنطالب بفتح باب التوظيف في وظيفة واعظة. قامت الجهات المعنية بعمل المرأة الدعوة في الأزهر والأوقاف بجهود مشكورة في الثقل العلمي، بإقامة الدورات التدريبية المتميزة في مناحي كثيرة، دورات في اللغة العربية والقضايا الفقهية المعاصرة والقضايا المتعلقة بالأسرة ووسائل التواصل، ودورات في مواجهة الإلحاد والإرهاب.
الإلحاد والإرهاب. وفي وزارة الأوقاف يتم توزيع الوعظات على المساجد من خلال مديريات الأوقاف، حيث يقومنا بأعمال دعوية مختلفة تخص الدعوة فيشاركنا في البرامج الدينية. والأوقاف فتحت الباب أمام الوعظات المتطوعات ووصل العدد إلى 602 واعظ. معلش أنا تعبت في البحث ده فعلا، بس أنا خلاص أنا ملتزم بالوقت يعني. يلاحظ ارتداء الوعظات بالأزهر في الأزهر والأوقاف لزي خاص يعني محتشم يليق بهن، ولكن يصادف هن عقبات ذاتية، لأن ما فيش وقت عند المرأة نظرا لانشغالها بقيام البيت، معوقات عائلية عدم اقتناع رب الأسرة بالعمل الدعوي، معوقات اجتماعية ينظر البعض القائمين على العمل الدعوي ان هم متشددين، عدم وجود كادر وظيفي لمن يقومنا بالعمل الدعوي في وقت اصبحت الوظيفة والكادر يعني شيء مهم جدا. المهم خلاصة القول، قامت المرأة بدورها عبر العصور، على الرغم من انه لا توجد اثار علمية كتبها النساء، الا ان كتب التراجم والطبقات مليئة بذكر النساء الفاضلات. ثالثا، في كتب التراجم ترجمة للنساء ووصف كل واحد منهن بالواعظة لقيامها بعظة الناس في أمر دينهم. رابعا، المطالبة بفتح المجال الوظيفي لعمل المرأة الدعوي في الأزهر وفي وزارة الأوقاف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور أحمد ربيع يوسف على هذه المداخلة القيمة المهمة. وحبذا لو البحث رأيناه، لأنه بحث يستحق الاطلاع بصراحة. ورغم كل العقبات التي أشار إليها، إلا أن دولا كمصر تحرص على أن تولي دور المرأة في الوعظ والإرشاد والتعليم الديني وبناء الوعي الديني الدور الواسع المهم. كذلك أشير هنا لأننا في فلسطين أيضا، ورغم الظروف القاسية التي نعيشها، إلا أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين أيضا تعمل على توظيف وتعيين الواعظات ليقمنا بدورهن جنبا إلى جنب مع الوعاظ من الرجال في بناء الوعي الديني. ونفس العقبات، عدم وجود إمكانات للتوظيف، عدم وجود أبواب مفتوحة، ربما العقبات الاجتماعية أيضا نفس العقبات التي تحيط بعمل الواعظات وعمل النساء في مجال الوعظ تتكرر بين مجتمع وآخر. لكن لا بأس، المهم أننا بدأنا وسيستمر هذا بإذن الله. الكلمة الآن للسيدة الفاضلة الأستاذة الدكتورة فتحية إسماعيل مشعل، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، صاحب المدرسة الأولى، المعلم الأول الذي رب المرأة ورعاها وعلمها كيف تكون واعية ومربية. وديننا الحنيف هو مأهول بهذه الخيرات، فالله سبحانه وتعالى جعل الأمة الإسلامية من خير الأمم التي أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كما أحاط الشرع الحنيف
المرأة بسياج منيع نظراً لما لها من دور فعال في استقرار الأسرة مما يؤدي إلى استقرار المجتمع كله، وجعلها شريكة في تحمل المسؤولية، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ونظراً لأهمية دور المرأة الدعوي وتسليطاً على للضوء على دورهن وجهودهن في مجال الدعوة، وذلك في ضوء رؤية الدولة المصرية في تمكين المرأة وفي إطار إعلان وزارة الأوقاف عام 2024 من الميلاد عاماً للواعظات، قرر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية انعقاد المؤتمر الدولي 35 بعنوان دور المرأة في بناء الوعي. وقد شرفت بطلب الاستكتاب للمشاركة في هذا المؤتمر المهم بموضوع يندرج تحت بناء الوعي الديني أستاذات الشريعة الإسلامية انموذجاً. وخلصت في بحثي إلى عدد من النقاط، أن معنى بناء الوعي هو إدراك تعاليم الشريعة الإسلامية كل حسب سنه، وتصحيح المفاهيم حتى لا يحدث الاختلاط. وتوقفت على عدد من النقاط بالنسبة لأستاذات العقيدة الإسلامية. فدور أستاذات العقيدة وإن كان مؤسساً على تصحيح المفاهيم فيما يتعلق بقضية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلا أن الدور أخطر من ذلك بكثير فيما يتعلق بقضية التطرف وقضية الإرهاب الإلكتروني والقضايا التي فيها اعتداء على الدين بأسلوب فيه من المخاطر الكثير. فعلى المرأة أن تعي ذلك وتبدأ بذلك في بناء الوعي في بيتها وفي مجتمعها. ثم توقفت على دور المرأة في المتخصصة في علوم التفسير، فوجدت أن دورها قوي في رعاية كتاب الله عز وجل بحفظه وبيان معانيه للناشئة. ثم توقفت على دور المرأة الأستاذة الأكاديمية المتخصصة في الحديث النبوي، فوجدت لها دوراً كبيراً فيما يتعلق بحفظ السنة النبوية وبيان مكانتها ودورها في بيان وشرح القرآن الكريم. ثم كان التخصص الأكاديمي لي لأقف على دور المرأة الفقيهة، ماذا عليها من تصحيح المفاهيم فيما يتعلق بما يظهر من البدع وما ينتشر من مغلوطات وأخطاء. فكان دور المرأة في بناء الوعي قوي وكثير. وأختم بشكر جزيل لوزارة الأوقاف ممثلا في معالي وزير الأوقاف وجميع القائمين على المؤتمر، والشكر للحضور، وشكرا جزيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يعني الحقيقة من أبرز إيجابيات هذه الكلمة من السيدة الفاضلة الدكتورة أنها التزمت بالوقت تماماً، حاسبة 5 دقائق، فما شاء الله ما شاء الله، لأنه خير الكلام ما قل ودل وأفاد، وهذا هو ما تفضلت به، بارك الله فيها. أعطي الكلمة الآن، ولعل الدكتور شيخ الدكتور بلال يقتدي بالدكتورة فتحية في 5 دقائق، أعطي الكلمة للدكتور بلال الحلاق الأمين العام لدار الفتوى بولاية كاليفورنيا
بالولايات المتحدة الأمريكية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد. في حديثنا عن دور المرأة ومساهمتها في الوعي الديني لن نجد كلاما أصدق من كلام الله عز وجل في القرآن الكريم، حيث أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز أكثر من 54 امرأة تقية من أزواج الأنبياء وبناتهن وبنات الأنبياء، وهذا ذكره كثير من الخطباء عن السيدة مريم وأمها والسيدة زوجة نبي الله أيوب عليه السلام وفي خدمتها لزوجها ووقوفها معه، وكذلك كثير من النساء الصالحات. ومن ما ذكر القرآن الكريم بل ضرب الله مثلا للمؤمنين بالمرأة، فقال الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، جعلها مثلا للاقتداء، وهي امرأة كانت تحت أشد الناس كفرا، فرعون الذي ادعى الألوهية. وهذا إن دل على شيء يدل على أن الإنسان ولو كان في مجتمع حوله غير مسلمين أو ليسوا من دينه، الثبات على الحق ونصرة الحق والموت لأجل الحق كان ذلك رفعة لها عند الله سبحانه وتعالى. وفي القرآن الكريم أيضا أمثلة كثيرة لنساء ضربنا المثل في الاقتداء. وفي السنة النبوية أيضا لو كانت المرأة ليست من علية القوم، ولو كان مضى على موتها مئات السنين، إذا كانت تقية رفع الله ذكرها ونشر الله فضلها. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء يشم الريح الطيبة ويسأل جبريل فيقول: هذا قبر ماشطة بنت فرعون، امرأة ليست من علية القوم، ثبتت ثبات المؤمنات على الحق ونصرت دين الله عز وجل، فجعل الله ذكرها حتى في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا كثير في القرآن الكريم. وأكبر ومن الأشياء التي تدل على أن المرأة لها دور فعال في التوعية ما المهمة التي كانت عليها نساء النبي رضوان الله تعالى عليهن. فقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم في الثناء عليهن أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن، أن ينقلن هذه الحكمة وينقلن العلم الشرعي، وهذا من أسس التوعية. وكم نفعت أم المؤمنين عائشة بعلمها الغزير من أقوام وأقوام وأقوام، وكذلك فقهاء المدينة السبعة الذين اشتهروا من الصحابة كانوا أكثرهم أخذوا العلم عن النساء. فسعيد بن المسيب أخذ عن عائشة، وغيره عبد الرحمن بن أبي بكر أخذ عن أسماء وغير ذلك. وكذلك كتب التراجم تذكر أن كبار العلماء أخذنا الحديث والرواية والفقه عن كثير من الشيخات. فقد أحصى السيوطي وغيره أنه في معجم النساء أنه أخذ الرواية عن 80 امرأة، وقد أحصى بعض كتب التراجم 383 فقيهة في ذلك العصر، كما نقل هذا ابن حجر وغيره. هذا كله إن دل على شيء يدل على أن دور المرأة أيضا في التوعية والتعليم الديني ونشر الخير ونشر الفضيلة. وهذه زوجة فرعون التي ضرب الله بها مثلا طلبت مطلبا عاليا، قالت: رب ابن لي عندك، وهنا عندية التشريف أي في مكان مشرف عندك يا رب، فكان لها ذلك لرفعة قدرها. ثم في عصورنا الحديثة وما قبلها التراجم والكتب مليئة بفقيهات ومحدثات وتقيات وصالحات، وليس ببعيد من هنا، ففي القاهرة الإمام الموزني الغواص بمسائل المذهب الشافعي كانت له أخت تروي العلم، وكان من لطيف مسايرته أن أخفى اسمها على رواته، فكانت تعرف وما زالت تعرف بأخت المزني، ولم يعرف لها اسم
إلا أنها أم الإمام الطحاوي رحمه الله، فهي أخت عالم، وهي عالمة، وأنجبت عالما من كبار علماء التوحيد أبو جعفر الطحاوي رحمات الله تبارك وتعالى عليه. هذا كله إن دل على شيء يدل على أن المرأة مطلوب منها أن تشارك في الفتوى وفي العلم، فإن من صفات المفتي أن يكون قوي الذهن، ثقة، مأمونا، وليس من صفاته الرجولة، ذكرا كان أو أنثى فتصح الفتوى منه. أخيرا وختاما، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للنساء الداعيات الواعظات أن يقمن بهذه المهمة، وأن نجعل نحن في هذا المؤتمر توصية لتقديمهن إلى مجالس العلم ومواعظ ومنابر الوعظ. وأشكر مصر قيادة وشعبا ورئيسا، وأشكر المؤتمر ومن قام عليه لإتاحة الفرصة لي أن أأتي من أمريكا لأتكلم بينكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للشيخ الدكتور بلال الحلاق، ابن فلسطين بالمناسبة، هو ابن فلسطين وابن يافا عروس البحر، عروس فلسطين. نسأل الله أن يكتب لها عودة وحرية كاملة بإذن الله تبارك وتعالى. دكتور بلال الحقيقة أوقفنا عند نقطة في غاية الأهمية ويجب ألا نغفلها، وأنا كتبتها: المرأة القدوة. المرأة ليست، لا تبني الوعي فقط بالحديث، وإنما بالممارسة، كامرأة فرعون وغيرها من النساء التي قدمنا الموعظة من خلال القدوة والعلم من خلال القدوة. شكرا لدكتور بلال. نرحب بمعالي السيد رامين علم شاه أوغلو الذي انضم إلينا، والكلمة الآن. أهلا وسهلا، أهلا معالي الوزير، أهلا بكم، يعني أشرقت الأنوار، الله يبارك فيك يا سيدي. الكلمة الآن للأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر سابقا، فليتفضل. الحمد لله، خلق الإنسان علمه البيان، منحه من خيره وبره فصاحة اللسان، به يذكره ويمجده، وبه يتلو كلامه القرآن. أصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله، خير من طلع على الوجود. سيدي يا رسول الله، طلعت على الوجود أتم رحمة وأعظم منة وأجل نعمة، ويوم الحشر تكشف كل غمة وتمنح فيه محمود المقام. وبعد، فبداية هذا المؤتمر الذي يعقد برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف وعلى رأسها فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وكذلك أيضا القائمين على أمر الوزارة ممن يحملون عبء الدعوة إلى الله على أكتافهم. في الحقيقة كل الشكر والتقدير لرئيس هذه الجلسة معالي قاضي القضاة، وكذلك أيضا السادة أعضاء المنصة الكرام. بداية، بناء الوعي الديني لدى أبنائنا وبناتنا وخاصة في وقتنا الحاضر يعد ركيزة أساسية في وضع الأسس الصحيحة المستقيمة للثقافة الدينية، وأقصد بها معرفة
هذا النشأ لأصول دينه وشرائعه ومبادئه الأخلاقية، وخاصة ما يتعلق بها من أسس التعايش المشترك بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى القائمة على التعاون وتبادل المنافع ودفع المضار، كما تعد تحصينا لهذا النشأ من التأثير بالتيارات الفكرية المنحرفة والأفكار المغالية التي قد تنحرف به عن وسطية الدين واعتداله. وهذه المعرفة الصحيحة لأصول الدين وشرائعه وأخلاقه تتكون لدى الطفل منذ طفولته، ولكن ما يكتسبه منها في مراحله الأولى يكون له تأثير قوي عليه فيما بعد. ومما لا شك فيه أن للمرأة، وأعني بها الأم، دوراً كبيراً بل ومؤثراً في تكوين الوعي الديني لدى الأبناء، فكلما كانت يعني الأم ذات ثقافة دينية وسطية واعية، كلما انعكس ذلك على الوعي الديني عند أبنائها. وأقول لحضراتكم باختصار، للمرأة دور كبير في تنمية الوعي الديني، وذلك من خلال النشأة الأسرية المستقيمة لأبنائها وبناتها. فالنشأة الأولى والأسس الدينية والقيم الأخلاقية التي يحث الدين على التحلي بها والتخلي عن أضدادها التي يتربى عليها الطفل ذات أهمية بالغة في تكوين الوعي الديني. أقول لحضراتكم والأم خاصة إذا كانت على قدر من الوعي الديني القويم والصحيح، إن ذلك ينعكس إيجابيا على أبنائها في هذه الحالة. وأقول لحضراتكم باختصار، حرصت النساء المسلمات في الحقيقة، النساء يعني أو المرأة مصنع للرجال. سيدنا الإمام الشافعي ربته أمه، سيدنا الإمام أحمد بن حنبل ربته أمه، سيدنا الإمام ابن حجر العسقلاني الحافظ المحدث الكبير ربته أخته. هذه أمثلة توضح حرص النساء المسلمات على تربية أبنائهن على كيفية الوعي الديني الصحيح. وحرصت النساء المسلمات في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلقي العلم الذي يجعلهن على بينة من أمر دينهن. وأقول لحضراتكم، ألف الإمام الزركشي بدر الدين الزركشي كتابا عن السيدة عائشة، ذكر تعليمها واستدراكاتها على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسماه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. ولم يقتصر الأمر في رغبة النساء على تعليم أمور الدين من أمهات المؤمنين فقط، بل هناك نساء كثيرات كن مثالا رائعا وقدوة صالحة في تنمية حق المرأة في الاستزادة من تعلم وتعليم العلوم الشرعية لزيادة وعيها الديني في مثل هذه الحالة. فيروى عن أم الدرداء الفقيهة الزاهدة حثها على العلم، وبين اللاتي جمع منهن البخاري أحاديثه كريمة طبعا التنوخية. ويشير الإمام السبكي في كتاب طبقات الشافعية إلى كثير من النساء التي كن مرجعا له في معرفة تقاليد النبي صلى الله عليه وسلم وعاداته. ولم يقتصر دور المرأة على الوعي الديني أي في بناء الوعي الديني على تحصيل العلم الشرعي فقط، بل قام بتدريسه أيضا. أما في عصرنا الحاضر فنقول وبكل فخر واعتزاز، إن للمرأة دور كبير في بناء الوعي الديني ويتجلى به فيما تقوم به وزارة الأوقاف من مما تقوم به من القيام بتدريب الداعيات والواعظات فيما تقوم به من تعليمها وما يقمن به
من تعاليم العلوم الشرعية للنشء في المجتمع، وفيما تقوم به أيضا مؤسسات الأزهر الشريف من تعليمها العلوم الشرعية المتنوعة في المعاهد الأزهرية والكليات الأزهرية، وكذلك أيضا ما يقوم به مجمع البحوث الإسلامية وغير ذلك من هذه الأمور. وأشكر حضراتكم وأسأل الله جل علاه أن يخرج هذا المؤتمر بثمرات تعود بالنفع والخير على أمة الإسلام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير على هذه المداخلة، ونختم بمعالي السيد رامين علمشاء أوغلو رئيس اللجنة الحكومية للعمل مع المؤسسات الدينية في أذربيجان، فليتفضل. Your Excellencies, 5 minutes, please. The respectful moderator, I will do my best to be in time. Dear Excellencies, Virtues, dear Ministers, Delegates, ladies and gentlemen, I would like in a short time present Azerbaijani model of having women as a very important part of our society, both in terms of the daily life and religious issues. Distinguished conference participants, I'd like to begin with reflecting upon the profound impact of women on society, as beautifully captured by great Azerbaijani poet Hussein Javid, who would say that the joy and strength of a woman can upfill both the environment and all of humanity. A woman is a vessel for pure emotions, delicate feelings, and simultaneously a symbol of the pride and zeal. It's not by chance that the Holy Quran addresses the significance of women in 60 surahs. One of the largest surahs in the Holy Quran, Nisa, is dedicated to the matter of women. Respect for the woman and the upholding of their esteemed position are among the best achieved values of our people. Throughout history, Azerbaijan has fostered numerous prominent women in diverse fields, including governance, science, culture, and social political spheres. Of a particular note is Aida Imangulieva, the first Azerbaijani woman to achieve distinction within the Egyptian audience and the world in general as an Arabic scholar and a celebrated Orientalist renowned for her significant contributions to Arabic Mahraj literature. In Azerbaijan, the protection and advancement of women's rights, along with their increased participation in state policy and legislation, are fundamental pillars of our national policy. President of Azerbaijan, Mr. Ilham Aliyev, has made it a priority to safeguard women's rights and expand their opportunities within society. State Committee on Affairs with Religious Association of the Republic of Azerbaijan, which I represent here, maintains a steadfast focus on ensuring women's achieve engagement, active engagement in religious education. The committee collaborates with religious leaders, women's organizations, and public advocates to implement educational initiatives on women's rights and freedoms within Islam, the vital role of women's education in the Islamic tradition, and the safeguarding of their rights. Established under the State Committee, Azerbaijan Institute of Theology is dedicated to cultivating highly qualified personnel in the realm of religion. These individuals acquire comprehensive knowledge of Islam and other world religions, fostering impartiality and tolerance towards all faces. Female graduates of the Institute
actively partake in religious education, making substantial contributions to this vital domain. Empowering women to engage in virtuous endeavors and providing them with the necessary conditions to realize their full potential are integral to the well-being of our society. The epitome of the modern Azerbaijani woman is embodied by Mehriban Aliyeva, the first vice president. The initiatives undertaken by the Haider Aliyev Foundation, which she led, both domestically and internationally, are deserving of the highest praise. At the same time, the Haider Aliyev Foundation, under the leadership of Mehriban Aliyeva, who holds deep respect for spiritual heritage, has consistently prioritized the restoration and repair of destroyed mosques and shrines. Azerbaijan boasts a rich tapestry of history as a land where diverse religions have thrived and evolved. For centuries, our nation has served as a central hub of Islamic civilization. Islam has been present in our land since its inception, and people of various faiths, including different denominations of Christianity, Islam and others, have coexisted peacefully for centuries without religious conflict. However, the people of Azerbaijan have confronted the most abhorrent manifestations of religious discrimination. During the nearly three-decade-long occupation of our territory by Armenia, a staggering 65 of 67 mosques were utterly destroyed, while two others were partially destroyed and rendered unusable. Innumerable other Islamic monuments encompassing hundreds of mosques, tombs, tombstones, sacred sites, and other places of worship were ruthlessly demolished and erased. Furthermore, 200 cemeteries were completely decimated, and an additional 600 were partially destroyed. In the regions where Azerbaijanis once resided within the territory of present-day Armenia, 500 cemeteries and hundreds of mosques have been tragically obliterated, leaving no trace behind. At the same time, taking this opportunity, I want to emphasize that currently Azerbaijan, after restoration of its territorial integrity, firmly sustains peace agenda, prioritizing rehabilitation and reconstruction activities that will ensure peaceful coexistence of all communities in Azerbaijan, regardless of their ethnic, religious, and cultural background. Undoubtedly, in this post-conflict situation, the role of women in education, both religious and secular, is very valuable. Dear participants, I firmly believe that women's contributions are indispensable for the harmonious advancement of society. To all women who embody the noblest virtues of humanism, compassion, and empathy, I extend my heartfelt wishes for success in their noble endeavors. Thank you so much for your kind attention. شكرا لمعالي السيد رامين علمشاء أوغلو رئيس اللجنة الحكومية للعمل مع المؤسسات الدينية في أذربيجان على كلمته. المتحدثون مشكورين أنهوا مداخلاتهم. هناك طلب وصلني من الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لمداخلة لدقيقتين، فليتفضل. أهلاً بكم على الوزير. على الوزير أستاذ نسيت. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وألم بشكر سيادة المستشار دكتور محمود الهباش رئيس الجلسة على إتاحة الفرصة. الحقيقة أنا كنت طلبت الكلمة قبل دخول معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وإلا يعني كنت أستحي أن أنا أتكلم في وجود سيادته. لكن الحقيقة هو الكلمة توضيح لأمر بسيط يتعلق بأمر الواعظات، ويتضح معه أهمية أو رؤية الوزارة لأهمية دور الواعظات في هذه المرحلة التي يعني ابتدأناها منذ تولي معالي وزير الأوقاف حقيبة وزارة الأوقاف من يوم 3/7 الماضي.
أستاذ الدكتور أحمد ربيع أحسن وأبدع في كلمته، وهو قال أنا تعبت على الكلمة بتاعتي وجمعت المعلومات بدقة، وهذه حقيقة. وهو ذكر أن عدد الواعظات المتطوعات 630 واعظة، لكن ليتضح للجميع أهمية دور الواعظات ورؤية الوزارة لأهمية قيامهم مشاركة مع الأئمة في تحقيق الاستراتيجية التي أعلن عنها معالي الوزير الأوقاف من أول يوم تولى فيه الوزارة. أربع محاور هي استراتيجية الوزارة في المرحلة القادمة. المحور الأول استمرار مجابهة الفكر المتطرف. المحور الثاني هي مواجهة التطرف اللاديني. المحور الثالث هو استعادة وبناء الشخصية المصرية. المحور الرابع هو بناء الحضارة. والوزارة تؤمن بأن المرأة أو الواعظة شريكة للرجال وللأئمة وللوعاظ في هذا الدور تماما. دكتور قال 630، احنا النهاردة 701 واعظة متطوعة و52 واعظة معينة، يعني احنا وصلنا 753 واعظة على كفاءة وعلى قدرة على القيام بأداء دورهن. منهم 43 واعظة حاصلة على درجة الدكتوراه و45 واعظة حاصلة على درجة الماجستير، ومن بينهن الكثير الآن من يقوم الآن يعني في مرحلة الدراسات العليا. فأنا عايز أقول أن دي رؤية الوزارة في المرحلة القادمة، وتشترك فيها النساء مع الرجال على قلب رجل واحد لتحقيق تمكين المرأة كما تراه الدولة المصرية. شكرا يا فندم على تحت الفرصة. شكرا جزيلا على هذا التوضيح دكتور أيمن. لا يخفى على أحد دور مصر الذي ليس جديدا عليها، فمصر منذ أن كان الأزهر الشريف وهي منارة للعلم والدعوة والوعظ، ولا تزال كذلك. ونحن حين نتفيأ ظلال مصر في مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات، فإنما نأتي لننهل من معينها العذب ومن أزهرها الشريف ومن هذه الفرصة التي تتاح لنا للالتقاء بحضراتكم وحضرات العلماء أصحاب الفضيلة والسماحة والمعالي من العلماء والوزراء، لنستمع ونسمع ولنتعلم من بعضنا البعض كيف نبني مجد أمتنا من جديد، أو كيف نحافظ على هذا المجد التليد الذي نسأل الله أن يحفظه وأن يحميه. مرة أخرى الشكر لكل المتداخلين، لكل العلماء الذين شاركوا في هذه الجلسة وأفاضوا وأضافوا إلى علمنا وإلى وعينا شيئا كثيرا، كما أن الشكر موصول لمصر برئيسها بأزهرها بشعبها على أنها تفتح أحضانها دائما وتفتح صدرها دائما لأبناء أمتها ليأتوا يتفيأوا هذه الظلال الوارفة التي نسأل الله أن يديمها وأن يحفظ على مصر نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. والشكر موصول لمعالي الوزير الصديق الحبيب العزيز الذي العالم الذي شرف الوزارة وشرفنا جميعا بحضوره، و بدون كلمة من معالي الوزير وليكن، والله أنا سأكون أكثر سعداء. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لصاحب الفضل والفضيلة وصاحب المعالي معالي قاضي قضاة فلسطين الشقيقة
ووزير أوقافها الأسبق ومستشار فخامة الرئيس عباس محمود أبو مازن، الصديق العزيز معالي محمود صدقي الهباش، مرحبا وأهلا وسهلا بك أخا شقيقا وصديقا عزيزا وضيفا كريما، بل تنزل في بيت وفي أهل. يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف، أنت رب المنزل، ومن خلالك تحية إكبار وإجلال إلى صمود أشقائنا الكرام في فلسطين. وندعو الله تعالى أن يدفع الكرب العظيم الذي نزل بأشقائنا هناك، وأن يتقبل الشهداء، وأن يحقن الدماء، وأن يشفي ويعافي المرضى والجرحى والمصابين جميعا. وموقفنا الذي نعلنه في كل محفل وفي كل مكان أننا نرفض رفضا قاطعا التهجير والمساس والتجويع والحصار والإبادة لأشقائنا في فلسطين، ونصر إصرارا لا حدود له على أن الحل الوحيد والعادل للقضية الفلسطينية هو إعلان قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. وبعد هذا الترحيب بالصديق العزيز صاحب المعالي رئيس الجلسة الموقر، أتوجه لكل أعضاء المنصة الموقرة من السادة العلماء الكرام الأجلاء، من السادة العمداء والعلماء الكرام على اختلاف أوصافهم العلمية الكريمة والجليلة والموقرة، وعلى اختلاف دولهم وبلدانهم وأوطانهم الشقيقة والعزيزة على قلوبنا جميعا، فتحية إجلال وإكبار وتقدير لأعضاء المنصة الموقرة ضيوفا كراما وعلماء أجلاء أفادوا وأضافوا وعطروا الدنيا بكلماتهم ومداخلاتهم القيمة. كما أحيي السادة الحضور الكرام وأشكرهم على الاستجابة للدعوة الكريمة، كما أحيي الواعظات اللواتي هن بنات وزارة الأوقاف العزيزات، واللواتي نرجو لهن كمال السداد والتوفيق، ونسعد اليوم بهذا المؤتمر الذي هو هديتنا إليهن دعما وتشجيعا وتأييدا وإمدادا لهن للقيام برسالتهن في إيصال أنوار الوحي الشريف إلى الناس على أكمل وجه إن شاء الله. إيكن لي من كلمة فهي الشكر والثناء والترحيب، لا أضيف، وأخشى أن أكون قد دخلت في خواتيم الجلسة وقد تمت فيها مداخلات علمية دسمة، فلا أريد أن أضيف إرهاقا على عقول المستمعين بعد المداخلات القيمة والأطروحات والمناقشات، وفقط أردت الترحيب والحفاوة والسعادة البالغة بجلسة افتتاح المؤتمر التي شعرت بفضل الله أنها كانت موفقة، والتي حظيت بهذا الحضور وبتلك الكلمات والمداخلات القيمة. وأدعو الله تعالى لبقية فعاليات المؤتمر بكمال السداد والتوفيق، وأرحب ترحيبا لا نهاية له بكل ضيوف مصر الكرام، كما أحيي الزملاء الأعزاء القائمين على تنظيم وإدارة وترتيب شؤون المؤتمر، وعلى رأسهم الزميل العزيز الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى شؤون الإسلامية، وبقية السادة الزملاء من قيادات وزارة الأوقاف والذين على عاتقهم تم خروج المؤتمر على هذه الصورة المشرفة التي أتشرف وأسعد بها. فلكل السادة الزملاء على اختلاف مساهماتهم وعلى اختلاف عطائهم الكريم لهم مني جميعا أيضا وافر التحية والإجلال والتقدير. السادة الإعلاميين الكرام أنا أخصهم بتحية خاصة على كل ما يتفضلون به من تغطية ناجحة وكريمة منهم لفعاليات المؤتمر، وكنت أقول دائما إن بذل المجهود والعمل الفعلي والحقيقي قد يكون هو نصف النجاح، ويبقى النصف الآخر في تغطيته الإعلامية ووصوله للناس ليشعر الناس به وليتفاعلوا معه. فأقدر تقديرا كبيرا دور السادة الإعلاميين الكرام، لهم مني منتهى الإجلال والتحية والتقدير. مرحبا وألف مرحب بحضراتكم، وأنا في غاية السعادة بكل من شرفنا اليوم بالحضور إلى المؤتمر، وأرجو لبقية فعالياته كمال السداد والتوفيق، وشكرا لكم.